فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسالته عامة لكل من في زمانه ومن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة، فلسنا بحاجة إلى بعثة نبي جديد أو إلى رسالة أو إلى شريعة جديدة، لأن عندنا ما يكفي للعالم كله، لا للعرب أو لأمة أو بلدة أو قبيلة فقط، وإنما هو صالح للناس كلهم وصالح للأزمنة كلها إلى أن تقوم الساعة. فلذلك ختم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع بشريعة الإسلام. فمن جاء يدعي النبوة فهو كذاب، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، وهذا في القرآن وفي السنة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله أنا خاتم النبيين معناه أنه لا يأتي بعده نبي، لكنه أكد ذلك مرة ثانية فقال لا نبي بعدي. فالذين يأتون من بعده يدعون النبوة لا شك أنهم كفرة، ومن صدقهم فهو كافر، من صدق المتنبئين فإنه كافر، لأنه مكذب لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكذب لله ورسوله في أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم.